مرحبا، اليوم إن شاء الله رح أعمل كبة البطاطا النباتية. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. بحتاج لدعمكم كتير، ويلا ما بدي أطول عليكم، خلونا نبلش. قشرت البطاطا وقطعتها كيوبس ورح أسلقها. كمان حاطة الحمص على النار، حضرت طواية تعمل حشوة كبة البطاطا. حطيت زيت زيتون، بدي أقلي البصل أول شي، ورشة ملح، حطيت الثوم المهروس والكزبرة الخضراء وبعدها السبانخ. السبانخ انا مفرزتهم حطيتهم بالفريزر. قلبتهم مع بعض شوي وحطيت حبوب الحمص وعصير الحامض ورشة السماق ودبس الرمان، رشة فلفل اسود، وبس ينشف المي عنهم بطفي تحتهم. انا حطيتهم على العالي، على الحرارة العالية. حطيت كباية ونص برغل ناعم، غسلت كباية ونص برغل ناعم وبكب المي عنه وبتركه نص ساعة. برشت بصلة بيضة، حطيت رشة ملح، نعنع مجفف، فلفل اسود، كمون، مرتكوش. قلبتهم مع بعض شوي تيطعم البرغل من البهارات اللي حطيتها. هرست البطاطا ورح ادعكها مع البرغل. حضرت البايركس ودهنتها بزيت الزيتون. بدي بلش من ده، دعكت الكب منيح مع البطاطا ورح بلش مدة. بدي رتبها يعني تكون مستوى واحد. بلل ايدي بالماي مثل كأني عم بعمل كبة عادي، حرتبها تكون مستوى واحد. رح أحط الحشوة، بفرد على كل الصينية وبرجع بحط الطبقة التانية. فيكن تعملوا الديزاين اللي بتحبوه. رشيت زيت زيتون، أنا حميت الفرن من تحت وحطيتها بنص الفرن على حرارة 200 تقريبا، بدها ساعة، ورح فوتها على الفرن. هيدي الوصفة الطيبة أخدتها من سهى سبيشز، بوجه لها تحية. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. وسر تميزي لمسة إيدي، وانتو شو سركن خبروني بالكومنتس تحت.